مستورد عمارة وكيعجيب كيسميو الزقاق. الزقاق المجموع ديال التوقيت ديالو 24 ساعة مقسمة على واحد العدد ديال البساتين وفدادين. إلا خدينا التقسيم كنلقاو مثلا جنان الشيخ عندو النوبة ديالو في الديمونش الأحد، كاين جنان الماء أولا زقاق الماء النوبة ديالو في الإثنين، كاين جنان بوزيان النوبة ديالو في الأربعاء، كاين جنان المخزن، كاين جنان التوتة، كاين جنان ولاد عبد، كاين عوين السبيع، كاين تيسقيموت، كاين جنان حدو بن علان، كاين الخراج، كاين جنان عمر، ثم الحدادة، ثم الأحباس اللي كان عندها واحد الحصص ديال الماء من عين سبيع. هاد الوثائق هي وثائق كتبتها السلطات ديال الحمايه الشخص المراقب المدني سنه 1912، اعتمدوا على الاعراف التي كانت سائده فيما يخص تقسيم مياه منطقه دبدوب، وسجلوها في شكل قرارات تنظيميه ديال المراقب المدني ديال سلطات الحمايه على مستوى مدينه دبدوب. كنفكروا ان شاء الله، وهذا مقترح اللي غادي نقترحوه باش يكون كتوصيه من التوصيات، انه يدار متحف للماء، يكون ان شاء الله في عين سبيليا في الرواق، نشوفوا الشركاء ديال الجمعيه ونديروا واحد الرواق ديال متحف الماء، غادي يكونوا فيها الوثائق. وكاين وثائق اخرى ما قدرناش نعرضوها لان هي وثائق حصريه كتجسد التعايش ما بين المسلمين واليهود ما يخص تنظيم وتدبير ديال الماء ديال عين سبيليا.